حاجه ذات ايه اضعاف من قبل حتى ما يستورد المصاري ايه الحاجه الجديده، يعني بيزود على السلعه القديمه. وده طبعا ايه اللي هو ما فيش مش بالنسبه ل زي ما بقول لك كده ايه ما فيش حظر على حاجه زي كده، المفروض يبقى في حظر للناس، مفيش رقابه، مفيش رقابه بمعنى اصح. المفروض يبقى في رقابه عشان تعرف ان ده. طب الاسعار زادت ازاي؟ يعني لو قلنا مثلا التفاح مثلا كان بكام وبقى بكام الكنتالوب؟ مثلا ب 10 ب 14 ب 15 بالنسبه مثلا للمتر من 10 برضه النهارده بقت 20، بالنسبه للحين برضه من 10 ل 20 حاجات زادت الضعف، مش 40% زي ما قلت زادت الضعف. بالنسبه للفوائد المصرفيه بتبقى موجوده مثلا ايه حسب السوق، لو في كتب في السوق وفي في كتب في الاسعار، مفيش كتب في السوق قريب الاسعار بتبقى مختلفه شويه. طب لو خدنا بوجه عام كده الاسعار بتاعت الفاكهه اللي موجوده دلوقتي، بالنسبه للسبانجي 5 جنيه، بالنسبه للشطه الجواب 6 جنيه، الموز 7 جنيه، الموز البلدي المستورد طبعا مش موجود من وسط 300 جنيه اساسا. الكرتون المستورد الكرتون 300 جنيه، الكرتون بيبقى فيها كام كيلو؟ فيها 16 كيلو. يعني 300 جنيه فاسعارها زادت ايه؟ ضعفين مش ضعف واحد. يعني من الاول كان ب 10 جنيه، يعني عشان تجيبه دلوقتي تبيعه ب 15 جنيه، الزبون طبعا مش هيستقبله من 10 جنيه 15 جنيه فرق اساسا. واسمه موز برضه يعني مش حاجه مش موجوده، يبقى في بديل للموز البلدي يبقى فضل شغال عنه. بالنسبه مثلا للعنب، العنب 15، الخوف الخوف برضه سعره رايح شويه سعره في اليوم الحر اللي شغال دول اسعاره برضه يعني بيكبر في اليوم الحر ايه شايف الاسعار النهارده عامله ازاي بتاعت الفواكه؟ لا هو انا شايف الاسعار حلوه بالنسبه لجودتها يعني جودتها عاليه شويه فتلاقي السعر عالي شويه على اي مكان. لا الفترة اللي يعني انا بتكلم على مقارنة ما بين الاسعار دلوقتي والفترة اللي فاتت. لا ما الفترة اللي ما انا اقول لحضرتك يعني احنا اصلا من الظاهر. تمام. الاسعار كل شيء جودتها عالية. ايوه ما تتصرف هو صعب الاسعار. السعر حلو مش واحد يعني في المتناول يعني انا ممكن ناخد 2 كيلو يعني حتى لو غالي شوية. طيب شكرا. اتكلمنا عن الاسعار النهارده عامله ازاي؟ اسعار حلوه متناول اي انسان يعني. يعني اسعار الفاكهه النهارده عامله ايه؟ مقارنه مثلا بالاسبوع اللي فات او بالاسبوع هو المستورد بس هو اللي غالي. الاسعار ايه طيب؟ لو عايزين الموز النهارده ب 310 اللي ايه؟ الموز؟ كبسوله الموز اللي هي كانت 120 بقت ب 310 تمام. طب بقيت قاعد البامبو والكباس والحاجات المستوردة والتفاح ده الغالي. تمام. طب عايزين نعرف الاستفادة بكام؟ 4 جنيه. والبرتقال 3 جنيه. البطيخ كيلو ب 4 جنيه. التفاح من 15 ل 12 ب 6 جنيه. الكمثرى من 20 ل 12. تمام. الكيوي كيلو من جنيه جنيه ونص. الخوخ الخوخ من 8 ل 12. البرقوق برقوق من 25 ل 30. الافوكاتو افوكاتو من 35 ل 40. الكيوي الكيلو بجنيه ونص جنيه. في فرق في الاسعار الاسبوع ده في الاسبوع اللي فات؟ والله اقول السوق بس السوق بس يتحرك. احسن من اي حد عايز يشتري بتاعك. عرفني بنفسك. احمد يوسف. كلمني عن الاسعار النهارده عامله ازاي؟ والله يا باشا الحمد لله زي ما شايف اسعار مرتفعه والحاجات كلها غاليه، بس انت عارف ان الخضار ده يعني ما بيقعدش اساسي، فبنبيع باي حاجه فيه عشان ما يقعدش. حاجه غاليه فعلا اهو واسعار مرتفعه، بس الناس تعبانه برضه، ما حدش بياخد اكله زي ما انت شايف حضرتك، بيع كبير وبتاع زي ما شايف البيع ونصاص كده يعني، بس الحاجه بتقعد خضار بالذات ده لو بدت ترميه، فاحنا بنبيع باي حاجه فيه لو بتمن ونبيعه. الاسعار ايه النهارده؟ نعم الاسعار الاوضه حضرتك ب 3 جنيه والخيار ب 4 جنيه والجزر ب 4 جنيه، اسعار الحمد لله حلوه زي ما شايف الجو هادي برضه يعني. وبقيه الاسعار الفلفل الفلفل الالوان ب 12 والفلفل الاخضر ب 6، اسعار حلوه بس نشتري يعني. والبتنجان البتنجان لفظ ب 5 جنيه والكوسه ب 4 جنيه، حاجات رخيصه الحمد لله. والبصل البصل الاخضر الحزمه بجنيه ونص والبصل عادي ب 3 جنيه بس اللي نشتري وياكل يعني. محسن امين. كلمني النهارده عن اسعار الخضروات. والله الخضار مرتاح، الاسعار بتاعتهم مرتاحه عكس الايام اللي فاتت، الا بقى الحاجات البشائر اللي هي الملوخيه والخرشوف والسبانخ والورق العنب. تمام. الاسعار ايه النهارده؟
يعني الطماطم عاملة 2 جنيه و 2 جنيه ونص، والخيار عامل 3 جنيه، والبصل 2 ونص و 3 جنيه، والكوسة عاملة 4 جنيه، والجزر عامل 3 جنيه، الفلافل بأنواع عاملة 4 جنيه، بعد الألوان بقى عامل 10 جنيه كده يعني. تمام. حركة البيع والشراء عاملة إيه؟ لا ضئيلة طبعاً، ضئيلة مفيش طبعاً. الإقبال على الشراء ضعيف. الدولار أثر عليكم إزاي؟ أثر في الجملة. جملة والنقل. فرقت معاكم قد إيه تقريباً في سعر الكيلو؟ تقريباً حوالي 30% و40%. يعني أنتوا زيادة 40% عن السعر الأصلي؟ عن السعر الأصلي طبعاً. إحنا بنقيسها مثلاً من تاجر الجملة لتاجر التجارة.